تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ورفع سموه في برقيته إلى مقام جلالته الكريم أسماعيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويحقق كل ما يتطلع إليه جلالته من إنجازات وطنية وتنموية تعود بالخير والرفعة والتقدم لوطننا العزيز وأبنائه الأوفياء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلا سموه المولى العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة جلالته حفظه الله ورعاه. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى الجميع بالخير واليمن والمسرات.